طب مين اللي كان بعت أسئلة الامتحان؟ أسئلة في الامتحان، كان في أسئلة ما حلهاش في الامتحان. في الامتحان اوكي. مستر حلهم، ولما يجي نقول له ان هي مسجله يبقى يشوف. متسجلة خلاص اوكي تمام. بص يا جماعة، كان في أسئلة في الامتحان، في حد عملها صح او غلط كده. المهم كان أسئلة الامتحان اللي هو بتاع المرة فاتت، من الصخور النارية تحت السطحية. استنى لما تجيب القلم. انتوا شايفين الشاشة؟ يا مستر بس فول سكرين، نخليها احسن فول سكرين. حاجة تانية، نجيب القلم بتاعنا. اوكي تمام. بص يا جماعة، من الصخور النارية، خدوا بالكم قوي قوي قوي، انا هنا بقول تحت سطحية. فكان دايما لما بقول لكم لازم تدوروا على كي وورد، عارفين يعني ايه كي وورد؟ يعني مفتاح. بس هنا كان في مفاتيح كتير قوي، مرتبه تصاعديا من صغير لكبير حسب نسبه السيليكا. يعني اللي فيه نسبه سيليكا قليله هبدا بيه، وبالنسبه اكتر لغايه ايه اعلى. تمام، بس خلي بالكم قوي قوي قوي، التحت سطحيه. كويس، تعالوا بقى. هو البيرودوتايت نسبه السيليكا فيه قليله قوي قوي قوي، بعدين المايكرو جرانيت بس ده عاليه قوي قوي، الدايرات في النص، يبقى دي الترتيب غلط. البيرودوتايت قليله قوي قوي قوي، بعدين الدايورايت. الدايورايت البريدوتايت بين الدايورايت وبعدين خدوا بالك، بريدوتايت ده مثلا 40، الدايورايت ده مثلا ايه 60، الجبرو 50. يبقى النسبه برضو الترتيب ايه، من قليل قوي المتوسط، بين رجعت ايه اللي هو القاعده. هنا الدوليرايت ماشي 50، الدايورايت 60، المايكرو جرانيت 70 تقريبا احتمال. تعالوا بقى هنا، اللي دي اللي لخبطت ناس كتير قوي قوي، كتبوا الاجابه دي. البازلت صح، البازلت مثلا 50، الانديزايت 60، الرايولايت 70، ممتاز. بس دولت صخور سطحيه، خدتوا بالكم يا شباب المشكله؟ فاللي جاوب دي كانت غلط عشان دي سطحيه. اللي بعده، عينه مجهريه تمام، تحتوي على نسبه كبيره من الاولوفين والبيروكسين. ما دام نسبه كبيره من الاولوفين والبيروكسين، ممكن يكون، بصوا انا احتمالات عندي، ما دام اولوفين وبيروكسين، يا اما قاعدي زي البازلت كده او فوق قاعدي، او فوق ايه، فوق قاعدي، يبقى اي حاجه تانية غلط. تمام، بس هنا بيقول لي ايه، مجهريه، لازم يكون بركاني. انا هنا فوق قاعدي بس جوفي غلط، قاعدي بس جوفي غلط، متوسط بركاني. انا بقول لا، لازم يكون يا قاعدي يا فوق قاعدي، يبقى غلط، يبقى هو ايه دي. تمام يا شباب، في حد عنده اعتراض؟ دايما العوامل اللي بتؤدي الى اختلاف التركيب المعدني، ليه في معادن مثلا اولوفين وبيروكسين هنا في حته ثانيه في صخر ثاني، بيبقى فيه اللي هو الكوارتز مثلا الاورثوكليز، ليه؟ حسب درجه التبلور، حسب درجه حراره التبلور. النسيج يدل؟ لا، مكان التبلور يدل؟ مش شرط، لان في صخور حمضيه فوق السطح وصخور قاعديه فوق السطح. النسيج، في نسيج خشن مثلا قاعدي، وفي نسيج خشن فوق قاعدي حامضي. معدل تبريد الماجما دي برضو ليها علاقه بالنسيج وليها علاقه بالمكان، يبقى درجه حراره ايه التبلور. برضو السؤال ده لما حليته لكم، ما الصغير الذي يبرد مكونا جزر بركانيه؟ انا بقول جزر بركانيه يعني جزيره، يعني هتبقى في بحر، يبقى اكيد اكيد بحر، يبقى لازم حاجه تكون ليها علاقه بالسيما او البازلتية صح؟ يا مستر تمام، يبقى بازلتية او قاعدية او يبقى ايه؟ وبالجزيرة، يعني هيكون التبريد ايه؟ سريع جدا،
سريع جدا. لوحه حامضيه غلط، ماجما حامضيه طلعت غلط خالص. طب لافا قاعديه ولا ماجما قاعديه؟ طبعا عشان هي بردت جزيره يعني بردت تحت البحر، اكيد التبريد سريع جدا، يبقى لافا ايه؟ قاعديه. بص دي اسئله يا جماعه حد بعتها لي، هنقولها وبين لما نتكلم في الكتاب عشان ايه رسمتها لكم. اي الاشكال الناريه تكون احدث من الطبقات الموجوده اعلى واسفل منها؟ احنا قلنا الاشكال الناريه، بدانا بقى نحل بقى مع بعضنا عشان لو في حد عنده السؤال ده، كان في كذا واحد طلبه 13. انتوا ايه رايكم يا جماعه؟ مين اللي جاوب السؤال ده؟ مستر انا هجاوبه. الجدد الموازيه. الجدد يا مستر. تمام، مين اللي جاوبه غلط؟ ومفيش يعني عادي اتكلم. مين اللي لخبط فيه؟ طب بص يا جماعه، انا عندي هنا طبقات 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 طبقات. كويس؟ لو في الطبقات دي خدوا بالكم، الطبقات هي موجوده اترسمت واتكونت وكل حاجه. لو دخل عليها جدد موازيه، جدد موازيه اهي، هتدخل جدود موازيه هنا كده. تمام؟ جدود موازيه كده. لسه داخله دلوقتي، يعني حديثه جدا. احدث من اللي فوق واحدث من اللي تحت. فطبعا يبقى ايه؟ الجدود الموازيه. الجدود الموازيه. نيجي نرجع تاني. مستر. ايوه يا حبيبي. ممكن السؤال اللي فات بس مين معايا؟ مصطفى. مصطفى، اللي فات؟ اللي فات بس جزئيه بسيطه. هو ليه قلنا قاعدي مش حامض؟ تمام، انا بقول جزر بركانيه يا مصطفى، جزر تمام. بركانيه يعني ايه؟ يعني الجزيره دي يعني سواء كانت بركان كده، البركان ده حصل فين؟ حصل في البحر. طب الصخور البحر ايه؟ لو قشرة المحيطية، البحر هو المحيط يا مصطفى. قشرة بازلتي. ايه؟ بازلتية، يعني قاعدية عامة او فوق قاعدية. تمام، يبقى انا هنا بتلائم عليك جزيرة، يبقى دي في الصخور القشرة المحيطية، وبركانية بالتبريد السريع، يبقى دولت مشطوبين خالص يا مصطفى. تمام هختار مين؟ اللافا القاعدية. تمام يا استاذ. الجدد الموازية كده تمام يا جماعه، فهمتوها؟ في حد معطي يعني مش فاهمها؟ ما ترجعونيش تاني في السؤال يا جماعه لو سمحت. مستر. تمام؟ ايوه يا بابا. هو لو حصل جدد وبعد كده عروق هيبقى احدث من اللي فوقها برضو؟ لا، طب هو بص الذكاء بقى، العروق بتبقى فيها حاجه فوقيها؟ لا، هي بابا العروق هتبقى ايه؟ ها؟ ايه؟ بتبقى قطع للطبقات. قطع، في حد فوقيها؟ لا. في حد تحتيها؟ فاهم قصدي؟ مش قول بقى اللي تحتها واللي فيها. انا اللي المفروض يلخبطني اللي هو ايه؟ يا اما الطفوح البركانيه، بس الطفوح البركانيه بص هجيبها فين؟ استني بس. مغلق اللون. الطفوح البركانيه بص هتيجي فين؟ حلو؟ فهي دلوقتي احدث من مين؟ من ديت. كويس. طب لو جيت رسمت فيها صخور، طب هي اقدم من الصخور اللي لسه هتيجي. فهمت قصدي؟ يعني لو طفوح اهي لسه اهي مترسمه دلوقتي، طفوح لسه نازله. طب لو جيت بعد كده رمله مثلا او اي حاجه هتبقى احدث منها. انما ديت بصي احدث من اللي فيها واللي تحتها. طب العروق بص ماشي عشان ما ازعجكيش يا ست، العروق فين؟ مين اللي فوق العروق؟ انا عاوز طبقه، قولي لي الطبقه الفلانيه دي فوق العروق تحت العروق، فاهم قصدي؟ طبقه كامله. ماشي يا جميل. تمام يا مستر. طب لو كان في عرق تحت الجدد؟ بص بلاش تحط سؤال من لا سؤال الراجل لما يجي يحط سؤال يا جماعه. بص يا بابا مين معايا؟ قال كده يا مستر. انا ايه؟ ازيك يا ايه؟ قول لي يا بابا قال ايه؟ كان في عرق وبعد كده في جدد فوق، وبيقول لي ترتيب الطبقات. لا اديني السؤال على طول عشان اقول لك ده صح ولا غلط. معلش صوره لي ايه، انا بمتنع عنكم في اي اجابه سؤال
لا لا يا مستر خالص، انا حاضر. هقول لك السؤال ده غلط، السؤال ده صح، السؤال ده كذا. معلش عشان اقرا الصياغه يعني اقراها كويس. انت يمكن برضو انت خلي بالك ايه، تلميذه طالبه مجتهده وكل حاجه ربنا يبارك لك، بس تقرا الصياغه ممكن ايه فهمت السؤال ايه. شوف انا في احيان بطلع كلمات غريبه قوي في النص فاقول لك اه لا لا ما خدت بالك ايه من الكلمه الفلانيه. فلو سمحت صوري لي السؤال وانا تحت امرك بس يا بابا. تمام ولو سمحتوا يا جماعه مش عاوز حد يبعت لي على يبعت لي على الخاص لو في عندك مشكله ما او حاجه موضوع عاوز تكلمني فيه، بس لو اسئله يا جماعه عشان كلنا نستفيد. اي حد هيبعت لي سؤال لو سمحتوا ابعتوا لي السؤال على ايه؟ على الجروب عشان نستفيد كل ايا كان، مش عيب ان احنا ان ايه نستفيد من بعضنا. اي قطاعات التلال يعبر عن طفح، يعني ايه طفح بركاني؟ يعني لافا بركان جه لسه النهارده كويس. اللي هيكون لسه قايلين حالا الكلام ده اللي هيكون تحتيه هيتاثر بيه، اللي فيه هيتاثر بيه. فاهمين يا جماعه؟ لا يا مستر. طفح بركاني لسه قايل لكم حالا. بص ده مثلا طفح بركاني، خلي بالكم ده طفح بركاني اللي هو الاسود ده، جت في اي رمله اي حاجه، هل الطفح ده هيأثر على الصخور اللي فيه ولا هيأثر بس على اللي تحتيه؟ لا بس على اللي تحتيه. تمام، يبقى ممكن يخلي اللي تحتيه صخور متحوله. تمام؟ تعالى بقى نبص السؤال بتاعنا. اي من القطعات يدل على طفح بركاني، يبقى لازم يكون الحاجه اللي هقول عليها طفح دي اللي هو الالوان السوداء دي، خلي بالك اثر على اللي تحتيه ولم يؤثر على اللي فوقيه. لانه لو كان كل المناظر دي كلها شكلها جدد. بص تعال هنا، كان في هنا حجر جيري وفي هنا ايه شيست، اثر على اللي فوق واثر على تحت خلاهم صخور متحوله. غلط، عمل صخر كوارتزات وصخر النيس. غلط. ممكن يا جماعه السؤال ده تفكروني وتبعته لي في في بعد الصخور المتحوله، هتبقى الشرح يختلف كتير قوي 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 عشان نعرف بس اسماء يعني ايه صخور متحوله. تقول لسه يعني سمعت كلمه رخام وشيست. ها؟ هناخد الصخور المتحوله في درس كامل مش كده؟ ان شاء الله باذن الله. بص يا جماعه الوحيد اللي ما تاثرش ده لانه ترسب بعد الجدد او الطفح البركاني ترسب بعدها فما تاثرش، دي صخور متحوله وده متحول تاثر بالايه؟ بالجدد دي. ده متحول وده متحول تأثر بالجدد، ده متحول وده متحول تأثر بالجدد، لأن دي صخور متحولة. طفح البركان لسه قايلين يؤثر على اللي تحتيه وما يأثرش على اللي فوقيه، ده متحول. طب ده رسوب ايه؟ فمش أثر عليه. اكتبوا لي أنا هكتب. أيوه يا بابا. هو بيأثر مش بيأثر على اللي فوقيه عشان هو بيكون برد يعني؟ ده تلاجة. وخلي بالك اللي فوقيه دوت يعني الطفل ده مش هترسب بكره، مش هترسب بعد ساعه. هترسب قد ايه؟ في مليون سنه هيكون الطفح حصل له ايه؟ برد تمام الجم جدا جدا خلاص، ما عادي صخره عاديه وهيجي يترسب عليها الطفل. مستر يعني كده الاجابه قالت عشان اللي فوقيها صخور رسوبيه واللي تحتها صخور متحوله تمام؟ ايه؟ كده الاجابه الف مش كده؟ الاجابه الف الاجابه الف، برافو عليك. يبقى دي الاجابه يا جماعه، لان اللي يعبر عن طفح بركاني يعني قصدي لم يؤثر على الطبقه اللي فوقيه، فالوحيد الذي لم يؤثر عن الطبقه اللي فوقيه اللي هو الايه؟ الالف. ماشي شباب؟ القطاع المقابل، القطاع المقابل يمثل بركان نشط في احدى المناطق، فين نسيج الصخر المحتمل في واحد واثنين؟ هو بيسالك بس 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 عن واحد هنا واثنين. اولا اولا بص يا جماعه لو سمحت، اثنين ده ايه؟ انا هبدا من اثنين، غلاسه فيكم هبدا من اثنين. ها؟ زجاج يا مستر. يعني حاجه ليها علاقه يا اما دقيق يا اما زجاج، صح؟ بالظبط. في حد عنده اعتراض؟
لا هشوف اتنين، اتنين بيقول لي بورفيري، صح ولا غلط؟ غلط. اتنين اتنين خشن، غلط برضه. اتنين بورفيري، غلط. يبقى الزجاج. طب لا نتاكد يعني، يفرض ان هو كان لئيم شويه وعمل لي مثلا في واحده منهم قال لي ان هو دقيق مثلا، واخد بالك؟ مثلا قال لي ايه؟ قال لي على دي دقيق. يعني افرض دي كان قال لي، بص يا جماعه، افرض قال لي هنا دقيق، تمام؟ خدوا بالكم بقى من السؤال ده. افرض الاجابات كده، خلاص احنا دي مش شطبناهاش. هاتوا الاريزر. دي خلينا خلاص يا جماعه، انا شطبت الاثنين دول. موافقين معايا؟ انا غيرت لكم في السؤال. ايوه مستر، تمام. بس يا مستر، هو ليه هنا برضو اتنين دقيق تاني؟ هو اتنين ده فين؟ على سطح الارض. يعني صخر ايه؟ بركاني. الصخر البركاني نسيبه ايه؟ بركاني سطحي. نسيجه. انا مش عاوز اعرف سطح ولا نسيجه. نسيجه. ها؟ نسيجه دقيق. او زجاجي او مين معايا؟ زجاجي او فقاعي، اي كلمه من الثلاثه يعني كله. بس في الغالب اللي هستخدمها دقيق وزجاجي. معايا مصطفى ولا مين؟ ياسين يا مستر. ياسين، بص يا ياسين، النسيج انا دلوقتي صخر بركان زي ما انت قلت لي او سطحي، لازم يكون نسيجه زجاجي او دقيق بس. يبقى هشت كلمه بورفيري وبورفيري، ده بنلمسها مرتين. تعالى بقى، واحد، هل واحد ينفع يكون دقيق التبلور؟ دقيق، احنا قلنا الدقيق لازم يكون فين؟ واحد ده خشن. الدقيق لازم يكون فين؟ قديم التبلور على سطح الارض. فين؟ على السطح. هو ده على السطح يا شباب، بطن الارض، يبقى يا خشن يا بورفير. برافو عليك، يبقى دي هشطبها. يبقى اللي اتبقى عندي، وزا برافو عليك، انت قلت ايه؟ يا خشن بورفيري. يبقى واحد دي يا خشن بورفيري، انا اخترت بورفيري، وفوق زجاجي او دقيق، مش مشكله، الاثنين صح. يبقى الاجابه اللي عندي تمام. بورفيري ده مثلا اللي جوه الارض، صح؟ في بطن الارض. اللي جوه الارض، يا اما متداخل يا اما جوفي. تمام. في الغالب في الغالب في الغالب العروق والجدد في الغالب بنقول عليها بورفيري، عشان هي بتكون متداخله وسط الطبقات. ماشي يا شباب؟ يا مستر، طيب الصخر السطحي بيبقى فوق سطح الارض او بالقرب من سطح الارض، ممكن اعتبرها ان هو سطحي؟ لا بص بقى، اهو بالقرب من سطح الارض اهي، شايفه دي؟ استنى بقى لما اعملها لك بلون تاني يا جميل، عشان ما تخرقش معاكي، نجيبها لك بلون ازرق. بص، قرب سطح الارض اهي، استنى اشيل ايدي عشان ايه؟ عند عنق البركان، عند فاهمه ايه؟ ممكن انزل لغايه هنا، فاهمه ازاي؟ لو كان وصل بتاع كلمه قرب السطح الارض، برضه مش هيلعبوا عليها قوي باللفظ في الرسومات كده، يعني مش هكتب على دي دقيق. ماشي يا جميل؟ يعني اعتقد ان هو تحت سطح الارض اما خشن اما بورفيري فقط. بس في الغالب، بصوا يا جماعه، ده في الغالب الخشن، اللي هو مين؟ اللي هو بعيد، اللي هو من تحت خالص. الباسولوس، بعيد قوي، وباسولوس ضخم قوي، كتله ضخمه في الغالب. ماشي؟ تمام يا مستر. النسيج الفقاعي ما بينتميش للدقيق او الزجاجي، هو فقاعي بس؟ هو الدقيق ينتمي للزجاجي؟ لا، هم واحد. هم ثلاث حالات. ماشي. لو سريع جدا 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 زجاجي، لو سريع جدا يبقى ايه؟ دقيق. لو فيه هواء ملهاش، دي مش مشكله بقى، ده انا مش بتكلم بقى. في فقاعات غازيه هيبقى اسمه يعني فقاعي. الفقاعي ده بيبقى متبلور. لما يسالك قول له انظر الكتاب، ما بلورات، كله بلورات يا جميل، حتى الزجاجي كله بلورات. ماشي؟
تمام لما يقول لك برضه هل الفقاعة متبلور ولا لا، قول له اه متبلور حسب تعريف الكتاب. ماشي؟ تمام 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 يا جميل. الشكل التالي يمثل قطاع رأسي في مخروط بركاني تظهر فيه أشكال مختلفة من الصخور البركانية، ادرسه جيدا ثم أجب. بص يا جماعة، عندي مثلا حرف F. بص جايب لي هنا F، لا خليها بالأحمر عشان يتبان الأحمر بقى شوية. بص يا جماعة، الطبقة دي هي دي اللي بنسميها F، والطبقة السودة دي بنسميها G. شايفين الرسمة ولا لا؟ اه يا مستر. طب بقول لك اي الخيارات التالية على الترتيب بالنسبة ل F و G، تحبوا تلعبوا على انهي واحدة؟ اللي واضحة جدا بالنسبة لي G. ليه؟ شايفين طلع 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 لغاية سطح البركان وتبقى الورد، ومكتوب لي عليها ايه؟ لافا متصلبة. طيب طب تعالى كده، هل هلعب على جي؟ جي تفوح بركانيه. ايوه اه من اللافا هي اللي بتفوح، احتمال ما تقولوش اه، احتمال ماشي، انا دايما اقول احتمال. طيب جي بريشه بركانيه. اه ده هو بيقول لك كلمه فتات، هل البريش يعني الفتات زي البريشه والرماد؟ تمام. هل هنا دي هو بيقول لك لافا، هل دي بتعتبر بريشيا؟ لا يا مستر. طيب بريشيا بركانية يبقى انا شطبت ب وجيم، ب و ب وجيم، هل تعتبر رماد بركاني؟ ممكن يا مستر. تمام انا ماشي هصدقك، بس الرماد قلنا فوتات، في المواد الفتاتية البركانية يا جماعة لو سمحتوا انتوا ما بتقروش الملزمة بتاعتي. المواد الفتاتية البركانية بتنقسم إلى بريشة بركانية ورماد بركاني، بس أنا ماشي أنا اتلخبطت وقلت كده. تعالى بقى نرجع تاني نمسك الإف. الإف بيقول لي إيه؟ لازم يكون فتات. هل الإف ممكن تبقى بريشة بركانية؟ آه ممكن يمسك. يبقى أكدنا أكتر. طب هل الإف ممكن تكون لافا متصلدة؟ لا يا مستر. لا يا مستر لانها داخل الارض. برافو عليك اهي. يبقى اتفقنا على مين؟ طب يا مستر هنا جي ليه كده؟ يعني جي ليه تفوح بتفوح؟ مش ممكن يعني تبقى رماد؟ عارف الرماد ده من التعريف كمان، من التعريف الرماد يا راجل يا مفتري يا مفتري. الرماد من التعريف بتاعه ان هو مواد دقيقه جدا 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 تحملها الرياح وترسب. عارف بص هترسبها فين؟ هترسبها هنا. بص الرماد هيترسب فين؟ شوف انا ايديا فين؟ لو في شويه رماد يعني وقعوا كده هيبقى على البركان، بس معظم الرماد بيترسب فين؟ مناطق قاريه او بحريه بعيد جدا. ممكن لو كان البركان ده تحت البحر الرماد هيترسب معاه ماشي، بس تاني الرماد لازم اقول عليه ايه؟ مواد فتاتية. لازم يكون الجي دوت مكتوب عليه لافا، البني هو ده المواد فتاتية دي يا جماعة، يا اما بريشة يا اما رماد. ما اقدرش اقول على كلمة فتات دي الا كلمتين اتنين، بريشة ورماد. تاني تمام يا مستر. يبقى مستر هنا ها هنا بريشيا دي داخل الارض. مين بيتكلم؟ مين بيسأل؟ ياسين يا مستر. ليه ياسين داخل الارض؟ ليه ياسين؟ انت ذاكرت الدرس يا ياسين؟ اه يا مستر. بص يا ياسين، البركان بينفجر بيبقى في حاجه اسمها عنق البركان، في صخره في الفوق يعني صخره اللي هو عنق البركان، ايوه صخره بيتكسر وبيترمي بره، صخره بتتكسر، لوح ازاز وقع واتكسر يعمل لك ايه؟ هو بس البريشه عشان شكلها حاد الزوايا. انت قلت لي بتقول البريشه مالها؟ اف لبريشيا. هو مشاور على لونه ايه؟ شايف اللون ده مشاور عليه ايه؟
فتات بيشاور على بركاني. ايه؟ لا لا بيشاور على ايه؟ فتات بركاني. يبقى لا، ما فيش غير احتمالين، ايه هما؟ بريشيا او او رماد. رماد. بريشيا او رماد، لان الفتات البركاني انقسم الى رماد بركاني او فتات بركاني. فتعالى اف، هنا هنا بيقول لك اف طفوح بركاني، تنفع؟ لا ياسين، لا يا مستر ما تنفعش. اف رماد بركاني تنفع؟ لا احتمال. ليه لا؟ ليه لا يا مستر، تاني تنفع مع تنفع؟ بريشيا. احنا بتكلم على اساس السؤال من اوله. المهم اف هنا لافا، لافا تنفع؟ لا لا لا، انا متاكد. فانا هختار ما بين الف وب، بس ايه قلنا هنا جيم جي دي هتنفع هتبقى غلط، يبقى هختار الاجابه ايه؟ لما اقول لك ألف. فتات بركانيا يا ياسين، يبقى ما عنديش غير احتمالين، يا بريشيا يا رماد. تمام؟ تمام يا مستر. ما هي الظواهر الجيولوجية؟ لو سمحتوا ذاكروا الملزمة. الملزمة اللي ببعتها في معاكم متميزة جدا. اتفرج على الفيديو معاها. بس لازم تحفظ ايه؟ تحفظ وتذاكر من مين؟ من مزل. السمع لوحده ما ينفعش. السمع مع العين. ما هي الظواهر الجيولوجية؟ واحد واثنين وثلاثة وأربعة. واحد ده ايه؟ قاطع. حد معترض يا جماعة؟ لا تمام، تمام، يبقى عرق جيم. قاطع. واحد عرق قاطع. يبقى هل واحد ده فوهة؟ لا واحد عنق؟ سيبه لا سيبه، دي احتمال. واحد قاطع؟ ممكن. واحد جدد؟ لا يا مستر، جدد موازية. تعالى الأربعة. أربعة. أربعة جدد. طيب، احنا خلي بالك احنا شطبنا ألف ودال. هنمسك على ب وجيم. أربعة قاطع، تنفع؟ لا يا مستر. يبقى نشطب ب خالص. أربعة جدد. يبقى أهو أكدنا شوية. تعال نشوف اتنين. فين اتنين؟ اتنين بص بيشاور هنا يا جماعة. تنفع تبقى ايه؟ ممكن تمشي عنق؟ انا باكد الجمله، تمشي معايا عنق؟ يا مستر ممكن يا مستر، تمشي عنق البركان. انت واضح ما بتشوفوش الصور خالص على فكره. الصور في بنتي كانت بتقول لي على مش عارف مين، سمر ولا مين، كانت بتقول لي الرسومات يعني. لا لا، انا ممكن اجيب لك رسمه بره الكتاب خالص، بس استنتج معلوماتها من رسمه الكتاب. الجزء دوت اللي واصل لفوهه البركان اسمه العنق. الجزء اللي هي ثلاثه دي ممكن هتبقى هي دي الفوهه. يعني هنا ممكن دي فوهه ودي فوهه. البركان ده ليه ايه اكتر من فوهه؟ البركان مش لازم يكون فوهه واحده، اي حاجه بتوصل للسطح يبقى اسمها فوهه، بيخرج منها اللافا. تمام؟ يبقى الاجابه اللي عندي هتكون ايه؟ تمام؟ مستر، هو الخط الواصل ما بين العنق والفوهة ده ايه؟ يعني فين اللي هو ما الخط بين الاسود العنق، فين الخط الواصل ما بين العنق والفوق؟ اللي هو ما بين اتنين وتلاتة ده، اللي هو الخط بالعرض لا لا، بص يا بابا، هنا ده لوحده، ده ممكن لو شورت لك على ده عنق، لو شورت لك على ده خد بالك. بص انا رسمت ايه؟ ده عنق، شفتي الاحمر اللي انا رسمته عنق، والاحمر اللي انا رسمته عنق. بص بقى، وفي عنق تاني، كل ده عنق. تمام 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 ماشي حبيبي، ربنا يكرمك. بس اللي انا متاكد منه، واحد ده عروق، ده ليه اربعه ده جدد، وده اللي سهل المقبوله شويه. على فكره مش لازم تبدا بواحد اتنين بالترتيب، شوف حاجه انت عارفها 100% ده جدد، يبقى ايه تبدا يعني، ممكن تبدا بيها، واخد بالك؟ ايه ده؟ دي هي دي، شكرا. بس ما اوعى تعمل كده وتقف، لا اكمل التاكيد، بس ممكن كده هو سهل لي الماموريه شويه. تمام يا شباب؟ مستر بعد إذنك، هو لو كان في الاختيارات إن اتنين دي تبقى قصبة، مش دي كانت هتبقى صح؟ لما يجيب لك في الاختيارات تبقى تقول في في النمره الثانيه، لو كان قال إن نمرة اتنين دي بدل ما قال عليها عنق كان قال قصبة، مش دي كده أصح؟ ما احنا ما مالكش اصح ولا لا، احنا قلنا اللفظين ايه؟
ده انا قعدت اهري فيها، قلت اللي لو قلت عنق هي القصبه، القصبه هي العنق. تمام. مين اللي بيسال؟ انا فادي يا نور. فادي ماشي. فادي مش احنا قلنا العنق هو القصبه والقصبه هي العنق؟ تمام. فلو قالها لك هتقول لي ايه؟ ده في الرسم الكتاب موجود كذا، وفي الشرح قايل لك كذا. ماشي؟ النتيجه عن تكسير عناق البراكين. فقال لك قالها لك في الشرح. ماشي يا جميل؟ مش يا فادي؟ يعني الاثنين ذا سيم، يعني نفس المعنى. لسه قايلها ومش عارف مين اللي بعت لي السؤال ده. الحطام الصخر المدبب الذي ينتج من عنق، من ايه اللي بينتج من عنق البراكين؟ بريشيا. لا لا، دايما تكتب لنفسك كده البريشيا او الرماد. انا يا سيدي ببدا كده، انا بحب اسال عن نفسي. البريشيا والرماد مين فيهم المدبب؟ مدبب البريشيا. بريشيا. انما الرماد ده دقيق. دقيق. تمام. هي قطاعات، في عندك قطاع هو يا جماعه وقطاع هو وقطاع هو. اي العبارات التاليه افضل لتفسير العلاقه بين الرماد البركاني والحفريات؟ ديل سهله دي. في واحد، هل الرماد البركاني ممكن يحتوي على حفريات كامله؟ لا لا. ايوه لا يا مستر، لا يحتوي، لا يحتوي. بص يا جماعه، الرماد نفسه لا يحتوي، فالرماد اترسب بعد كده، مات اي كائن هيترصف فوق الرماد مش جوه الرماد، فلا يحتوي. لانه بركان يا مستر. برافو عليك. غلط. تتواجد حفريات مشوهه في الرماد البركاني، هو اصلا مش هيدخل فيه حفريات عشان تتشوه ولا ما تشوهش. غلط. تتواجد حفريات مرشده انتقلت مع الرماد مسافات طويله. الرماد البركاني يكون له تأثير على الطبقة التي أسفله، حيث أنه هيعمل هي درجة حرارته عالية أو فيعمل عملية تحول. غلط طبعا، لأن الرماد البركاني ماله؟ تخيلوا يا جماعة حاجة هي طالعة أول ثلاث طلع سخنة بس بتنتقل مع الرياح، لما تيجي تترسب هتبقى إيه؟ تربة خصبة جدا. سيبك من خصبه، انا قصدي هتبقى سخنه يعني. ولا مش سخنه؟ هيبقى بارد بفعل الهواء. مش هياثر على الصخور، يعني مش السخونيه اللي تاثر على الصخور، فمش هيعمل عمليه تحول. لا يؤثر على الطبقات نهائيا. لا ليه تاثير طبعا. ليه تاثير؟ ايه هو بقى مثلا على زياده العناصر؟ ها؟ ايه هو التاثير؟ اللي هو بيعمل بيخليها خصبه. ازاي بقى يا مستر بيخليها خصبه؟ مش المفروض ده فتات بيعدي على الارض ويخليها خصبه. لو نزل في تربه طينيه، والتربه الطينيه دي بزرع فيها، هيخلي التربه دي ايه؟ خصبه. هو المشكله مش في الرماد نفسه، يعني سوري، الرماد نفسه بيحتوي على عناصر غنيه قوي. فانت كانك الطين بتاعك بيزرع ماشي اوكي شغال، بس ده هيعمل ايه؟ حتى في ناس بيقول لك ايه؟ يعني يبقى عندهم ارضهم مثلا يعني شويه، يقول لك خلطها بايه؟ بحاجه خصبه. تمام. فدوت بيزود الخصوبه بتاعت التربه. هل يسبب انصهار؟ طبعا غلط خالص. مستر ممكن توضح تاني ازاي هو ما بيعملش تحول للصخور اللي تحته؟ تمام. تمام. الرماد البركاني عباره عن ايه؟ ادي طبقات ايه؟ حبيبات دقيقه. بص بتنتقل مريح. بص البركان ده هنا، قول المسافه من هنا لهنا كده 10,000 كيلو، تخلي في حاجة مولعة يا ستي، الورقة مولعة وطارت الإيه الرماد بتاع الورقة طار وجه وقع هنا، قبل ما يوصل لهنا هيبقى حصل له إيه؟ هيكون برد. وعارف أنا عاوز يعني إيه يبقى متحول؟ درجة حرارته على الأقل مثلا 600 درجة، 500 درجة مئوية. إيه يا جماعة؟ أنت عارف هو طاير كده خلاص، ده بقى زي درجة حرارة الهواء بالظبط في خلال يعني أول ما يوصل هنا هيبقى درجة حرارة الهواء تقريبا. تعرفين يعني إيه تأثير الحرارة؟ حرارة حاجة عالية جدا يا جماعة. صغير الرماد خلاص، مش بس صغير ده رماد، عارفين إيه رماد؟ حاجة مولعة زي ما مثلا بتكون مولعة فحم أو كده الكلام ده، بيطلع منه الدخان اللي طالع ده
ده لما يمشي مسافة 10 متر هيكون بارد. تمام؟ تمام يا مستر. مصطفى كان بيقول سؤالين حلوين قوي يا جماعه، بيقول الكتاب بيقول لظهور غطاءات كبيره. انا بقول من فوائد البراكين اللافا يا جماعه، اللافا دي بتمشي مسافات كبيره جدا جدا جدا، بتسبب ايه؟ اللي هو هيؤدي تكوينها في الاخر خالص خالص الى ايه؟ الى اللي هو جبال بركانيه وهضاب بركانيه. بس يعني في الاول بصوا يا جماعه خدوا بالكم، البركان كان كده، هتنزل لافا كده، هتنزل لافا كده، ايه بيحصل؟ ايه المساحه بتزيد. شكرا. تمام. في براكين يا جماعه بتبقى بنمشي جنبها بالكيلوات، غطاءات كبيره. طب عندما يثور بركان، خدوا بالكم انا جبت لكم بقى البركانين، اول ما بيثور بركان زي كده اللي بيطلع ده بيتجمد ويعمل ايه؟ مقذوفات بركانيه. بس شوف الثورة عامل ازاي؟ اللافا اللي طالعة دي، أنا سيبك من الدخان، أنا بتكلم بص اللي في النص ده، اللافا اللي اتنطرت دي. طب خلاص بقى هدي البركان، يعني مش هدي يعني برضه بالعياذ بالله، بس هو ماشي على الأرض بيعمل إيه؟ عبال ووسائد. شفت الفرق بين الشكلين؟ شكراً. طبعاً بص يا جماعه الرسمه دي انا متاكد يعني ان شاء الله الرسمه دي والرسمه دي هيكونوا في كراسه المفاهيم ان شاء الله. بس يستحسن برضو تحاول لو انت تقدر ترسمها، تاخد الرسمه دي اطبعها من عندي وامسح كل الكلمات دي، ومن وقت لاخر امسح الكلمات دي كويس، ومن وقت لاخر حاول تملاها على ظهر الغيب. بس هي دولة الرسمتين دولت لازم يكونوا موجودين. سوري. قلت لكم يا جماعه الرسمه دي برضو يا ريت ترسموها، انا مش معقوله كل مره هقولها لكم، لو دي ترسموها بقى هتيجي ولا خالص وترسم اللي هيعملها دي يا جماعه هيبقى 100 100، يمسح كل البيانات، يخلي المربعات زي ما هي، ممكن يخلي بس كلمه ايه؟ السيليكا، المعادن، اللون، اللي هي البيانات دي، ممكن يخلي البيانات دي بس، درجة الحرارة، ويخلي البيانات دي التبريد اللي هو ابتدى اللي سوري البركاني المتداخل الجوفي، ويملى البيانات دي يا جماعة. لو عملها بص انا الدوت اللي عملتها عليهم دوريات يمسح بقى كل حاجة، ولو جدع يعمل. صخور الرسوبيه، في حد عنده في حاجه في الواجب يا جماعه بسرعه كده؟ انا هطلع بس من هنا. ما هو ده يا مستر الواجب اللي احنا عملناه. بس يعني دي الاسئله اللي عندكم؟ يا مستر انا عندي سؤال يا مستر.